يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم خطابا أمام الكونغرس الأمريكي بعد 9 أشهر من الحرب على قطاع غزة. ويلتقي نتنياهو غدا الخميس في البيت الأبيض الرئيس جو بايدن، بينما يقابل دونالد ترامب الجمعة المقبلة في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا بدعوة من الرئيس الجمهوري السابق. وندد عدد من الديمقراطيين بسلوك نتنياهو في الحرب على قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين، وأعلنوا مقاطعة خطابه أمام الكونغرس.